صباح الخير، بقالي فترة كبيرة جدا ما نزلتش فيديوهات على الصفحة كنت بعت كده من فترة كبيرة عينات ليا لبوفو ستوديوز. اللي ما يعرفش مين ايه بوفو ستوديوز، هما هي منصة مهتمة بتسجيل الكتب الصوتية، دوت اللي انا اعرفه عنهم. المهم اتصل بيا امبارح وقالوا لي اللي انت عندك كاستنج تاني، هتيجي تسجل شوية حاجات كده، وبعد ما اسجل الحاجة ديت على اساسها بقى يتم قبولي او رفضي، لكن انا لغاية دلوقتي لم يتم قبولي يعني. فهروح كده واقول لكم على اللي حصل ان شاء الله. بوفو ستوديوز بيجست Arabic اوديو بوكس بروديوسر. بسم الله، لسه مخلص دلوقتي بالظبط. الموضوع خد 10 دقايق. بتدخل اديتني 3 صفحات، 3 صفحات دول مكتوب فيهم نصوص، والـ3 صفحات مختلفين عن بعض. النصوص مش متشكلة، غير اللي هي مش متشكلة بقى، النصوص مش سهلة، يعني مش لغة سهلة، لغة عربية بس معصلجة شوية. ودوت نفس اللي حصل لي في رواية برضو، نفس القصة. هو تقريبا بيتعمد اللي هو يديك حاجة مش سهلة، مش سهل اللي انت تقراها او تبقى متمكن منها، يعني عشان يشوف عدد الاخطاء اللي انت هتعملها، وهل لما يجي لك نص مفاجئ هتقدر تتعامل معاه ولا لا. فعلى اساس بقى القدره في التعامل مع قله عدد الاخطاء بيقدر بقى يختار ويعرف مين الشاطر مين مش الشاطر يعني. ما فيش بالظبط، اديتني زي ما قلت لكم الـ3 صفحات دول، قالت لي اقعد 3 دقايق اقراهم ونسجل. المفروض التسجيل ما يزيدش عن 6 دقايق بس. ودي كانت قصتي مع بوبو ستوديوس. طبعا لسه التسجيل دوت هيتعرض بقى على الاداره، ولو في قبول ان شاء الله هيتصلوا بيا، الله المستعان. طبعا بالنسبه انا قريت الـ3 صفحات ازاي، 3 صفحات بالنسبه لي انا ما كانوش سهلين يعني. قعدت ألخبط كتير في كلمات، كنت في بعض الجمل كنت بعيدها، لأن بكتشف اللي هي حاجة تانية طبعا بناء على التشكيل، لأنه كانش فيه تشكيل. فبعد ما أقولها لا ده أنا كده قلتها غلط، أروح أعيدها تاني. فالنصوص ما كانتش بصراحة يعني سهلة يعني. بس